طبعا يا جماعه التطبيق الفوق ده اسمه ميك، هو تطبيق استثماري بيزنس عاملينه الصينيين، وكان في سوداني فتح منه قالوا فرع في بريطانيا، وسودانيين كتار 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 نزلوا التطبيق ده. التطبيق ده يا جماعه برنامج شنو؟ لو نزلت فوقه 200 يورو يوميا، ال 200 يورو هم بيولدوها لك نظام استثمار، يعني يوميا بتدخل لك ارباح، دخلت قدر ما تخط عدد كبير من القروش ارباحك بتزيد. اكثر من 500 يورو ينزلوا لك يمكن عادي في اليوم 50 يورو. وطبعا يا جماعه الانسان اللي بفكر بعقله كده، ما في انسان الليله في الدنيا دي يكون نايم بيديك قروش. التطبيق ده تطبيق صيني. قبل فتره ضربوا عدد كبير 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 جدا من السودانيين في بريطانيا وكذلك في فرنسا، وانا من ضمن الناس اللي نزلت التطبيق ده بعيد من اي حاجه، لكن كان تكتا. الصينيين ما لهم امان. ولا شنو يا اخوان؟ والله طبعا يا كلام البامبا كلامه صح، طبعا يا مدي يا جماعه اخواننا السودانيين ضربوهم قروش كثير، يعني بيقولوا لك خجم هجمهم خجم جد يا جماعه، لانه يا مدي التطبيق ده يا جماعه يعني ما في زول بيجيب لك تطبيق في السوشيال ميديا استثمار كل ما بعد فتره تاخذ قروش 1000 يورو يعمل لك 500 يورو، ما في كلام زي ده. انت لما تكون نايم ما في الكلام ده، كده خدت الكلام ده. وده انا اقول لكم يا اخواني احذروا احذروا، اي تطبيق جاكم في السوشيال ميديا قال لك عشان تستثمر منه او تعمل شنو اعمل تنصيب منه، ده رساله من اخوانكم، واعملوا حسابكم يا جماعه. والسلام عليكم. انت يا جماعه هو ده رسالكم برضه سؤال شويه، حوزول باكل كلاب ابو انقدح سلحفاه بشر يجي يدوك قروش مجان؟